مشاهدينا أهلا بكم. دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من أهم الدوائر في هذه المنظمة وتعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين. متى تأسست وما هو دورها؟ أهلا بكم. مشاهدينا وللتعرف على هذه الدائرة، دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، نلتقي بالدكتور زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو رئيس هذه الدائرة. دكتور، في البداية يعني منظمة التحرير الفلسطينية سلطت الضوء، ركزت، اهتمت في موضوع اللاجئين. خلينا نتعرف من خلالك على متى أنشأت دائرة شؤون اللاجئين وما هي أهدافها كانت؟ نعم، أنشأت دائرة شؤون اللاجئين خلال جلسة المجلس الوطني التي عقدت في الجزائر عام 87 بقرار من المجلس. ومن الطبيعي أن يكون تشكيل هذه الدائرة حيث أن اللاجئين يمثلون أكثر من 50% من الشعب الفلسطيني، وأن القضية بالأساس هي كانت قضية اللاجئين عندما طردوا وهجروا من ديارهم عام 48. نعم. وبصفة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومسؤول عن كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. نعم. لذلك كان من الضروري أن تشكل هذه الدائرة لتعني بهؤلاء اللاجئين خارج الوطن. طيب دكتور، يعني هذا الاهتمام من قبل منظمة التحرير في اللاجئين كان مسؤولية، يعني ما الذي فعلتموه في منذ ذلك الوقت بالنسبة للاجئين؟ واللاجئين مش مكان، اللاجئين مشتتين في داخل الوطن المحتل وخارج الوطن. حقيقة كما تعرف يعني عمل اللجنة التنفيذية أو عمل المنظمة من خلال دوائر، كل دائرة لها اختصاص معين. نعم. فكانت دائرة اللاجئين خاصة باللاجئين الفلسطينيين. نعم. بكل ما يتعلق بأمورهم، أولا بحقوقهم السياسية وهو حق العودة حسب القرار 194 والعمل على كافة الصعود المحلية والدولية وغيرها من أجل تأكيد هذا الحق، ومن أجل تطبيق القرار الذي صدر في الأمم المتحدة بخصوص القرار 194 بخصوص هؤلاء اللاجئين. كما أن أيضا اللاجئين مسؤول عنهم عمليا وكالة الغوث الدولية الأونروا، وكان لابد من أن يكون هناك تواصل ما بين ممثل الشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرير وما بين هذه المؤسسة المعنية باللاجئين. طبعا خارج فلسطين كان التعامل من خلال الدول العربية، لبنان، سوريا، الأردن، وأي أماكن أخرى يتواجد فيها اللاجئون. كان يعني دائما في لجان إشراف تذهب وتتواصل مع هؤلاء اللاجئين، احتياجاتهم، وضع أوضاعهم وهكذا. في داخل الوطن طبعا كان من خلال العلاقة ما بين القيادة وممثليها داخل الوطن أو مرجعياتها داخل الوطن حيث كانت تعنى بهذه القضية. نعم. بعد ما دخلت أو بعد اتفاقية أوسلو وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، أعيد تأسيس أو أعيد نشاط هذه الدائرة داخل الوطن عام 97. نعم. حيث تم في البداية أخذ قرار من قبل المجلس الوطني ومؤسسة منظمة التحرير بتشكيل لجان شعبية داخل المخيمات. نعم. لتكون بشكل على تماس مباشر بالأولى، وهذه اللجان كانت هي الذراع الحقيقي أو الأساسي لدائرة شؤون اللاجئين. يعني دائرة شؤون اللاجئين هي المظلة. نعم. التي تستظل تحت هذه اللجان، وهذه اللجان مهمتها العناية والرعاية بما يتعلق بشؤون اللاجئين داخل المخيمات.
نعم. وأيضا التوعية السياسية لقضية اللاجئين وقرار 194 وتنمية الذاكرة الفلسطينية للأجيال الجديدة لتعميق هذه الحقوق الخاصة باللاجئين لدى هؤلاء. نعم. وحتى يعني نحطم أو يعني القول جولدا مائير الكبار يموتون والصغار ينسون. لا، كان هناك الذاكرة الفلسطينية وهناك التوعية السياسية بحيث يكون جميع الأجيال التي ولدت بعد النكبة على تماس مباشر. طيب دكتور آغا، يعني وكالة الغوث كانت هي تقدم الخدمات بشكل مباشر، استحدثتم لجان من أجل يعني تساهم في تطوير المخيمات، عمل المخيمات وتقديم الخدمات. أنتم في البداية كيف كانت علاقتكم مع الدول المستضيفة للاجئين؟ كيف كانت علاقتكم مع وكالة الغوث نفسها؟ هو الحقيقة للدائرة اللي هي يعني مختصة بملف اللاجئين في منظمة التحرير لنا علاقات متعددة. أولا علاقات مع الأونروا، علاقات مع الدول المضيفة، علاقات مع جامعة الدول العربية أيضا. بهذا الخصوص، فمثلا علاقاتنا مع الدول المضيفة هناك تواصل ما بيننا وبين الدول المضيفة، وهناك يعني اجتماع سنوي يعقد لتنسيق المواقف. نعم. بيننا وبين أو بين كل الدول المضيفة، بالذات قبل اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان. نعم. وهناك تشاور باستمرار عند سواء في وجود أزمات أو في غير وجود الأزمات. أما علاقتنا بالجامعة العربية فهناك مؤتمر المشرفين الذي يعقد مرتين في العام. نعم. ويتم البحث فيه حول قضية اللاجئين الأونروا وقضايا خاصة بالقضية الفلسطينية مثل القدس للاستيطان، الانتفاضة وكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني. توصيات هذه أو هذا المؤتمر عادة ترفع لمجلس وزراء الخارجية العرب، حيث تكون هي الأساس للتوصيات التي يعني أو القرارات التي يأخذها المجلس بخصوص القضية الفلسطينية. هناك أيضا العلاقة مع وكالة الغوث، وهي علاقة يومية وأساسية ومهمة، لأنها الجهة الموكول لها دوليا بموجب القرار 302 قرار الجمعية العامة لعام 49 والخاص بإنشاء هذه الوكالة، التي مهمتها الأساسية هي رعاية شؤون اللاجئين من النواحي المختلفة الصحية والاجتماعية والإغاثية والتعليمية. ننسق نحن مع الوكالة لضمان أن يكون هناك خدمات جيدة وكافية وتكفي اللاجئين، بالإضافة إلى أن دائرة شؤون اللاجئين يعني التوافق والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية نقوم أيضا بدعم اللجان الشعبية وبدعم المخيمات بالنسبة لمشاريع معينة الوكالة يعني ممكن أن لا تقوم بها. صحيح. نحن نقوم بها. نعم. كما أن كل ما يتعلق باللاجئين باللجان الشعبية للاجئين ومهامهم وأداء عملهم. نعم. نحن مسؤولون عن توفير الإمكانيات اللازمة لذلك. طيب دكتور، سؤال الأخير لحضرتك، قضية اللاجئين يعني في المنظور القريب في المستقبل القريب يعني الحل مش قريب، بالعكس تتفاقم قضية اللاجئين الفلسطينيين وفي كل مكان ويزدادون عددا ويزدادون انتشارا. الآن ما هو منظور الدائرة بالتعامل مع قضية اللاجئين في المستقبل، خاصة في ظل تقليص الخدمات اللي بتقدمها الأونروا، تقلص الموازنة اللي تحصل عليها الوكالة بشكل عام؟ حقيقة أولا يجب أن يكون معلوما أن موقف منظمة التحرير من قضية اللاجئين موقف واضح
ثابت لا تغيير عليه، وهو أن هؤلاء اللاجئين لهم حقوق ضمنها القرار الدولي رقم 194. قرار 194 ليس قرارا فلسطينيا وليس قرارا عربيا، وإنما هو قرار أممي. نعم. وينص على حق هؤلاء اللاجئين في العودة والتعويض، ولذلك نحن متمسكون بهذا القرار إلى آخر مدى. ثانيا أيضا عندما أنشأت الوكالة عام 49 كان الهدف هو رعاية هؤلاء اللاجئين إلى أن يتم حل قضيته محلا سياسيا. نعم. ولذلك نحن نعمل ونصر على أن يستمر عمل الوكالة إلى أن تحل قضية اللاجئين. قضية اللاجئين هذه قضية أساس القضية الفلسطينية، هناك 7 مليون لاجئ فلسطيني. نعم. هؤلاء شردوا وأبعدوا ومن حقهم أن يعودوا حسب القرار الدولية، أيضا متمسكين بهذه القضية، ولذلك يعني سنستمر على تمسكنا بحقوق شعبنا، حقنا حق شعبنا في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس. نعم. وحق اللاجئين في العودة، هذه هي أساسيات الموقف الفلسطيني مهما واجهنا من تحديات، مهما كان هناك من مؤامرات، مهما يعني بدأ الوضع يعني يميل إلى السواد والضبابية، لكن إحنا موقفنا واضح، لن نتنازل عن هذه الحقوق. نعم. ونحن مستعدون أن نبذل الغالي والنفيس بكل مساعينا وجهودنا الدولية والداخلية وترتيب وضعنا الداخلي من أجل مواجهة هذه الضغوط ومن أجل ضمان أن يحصل شعبنا في النهاية على حقوقه الوطنية. مشاهدينا، وللتعرف أكثر على دائرة شؤون اللاجئين نلتقي بالمؤسسات الشريكة في البرامج مع دائرة شؤون اللاجئين. نلتقي بالدكتور عبد الرحمن مغربي، رئيس قسم تعليم الاجتماعيات كلية العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة. دكتورنا، إذا بدنا نتحدث عن دائرة شؤون اللاجئين من زاوية الشركاء، وأنتم شركاء في جامعة القدس المفتوحة من خلال تنفيذ بعض البرامج، دائرة شؤون اللاجئين ماذا قدمت للاجئ الفلسطيني؟ ماذا قدمت للمجتمع الفلسطيني منذ نشأتها لغاية اليوم حسب التبادل البرامجي مع هذه المؤسسة؟ الحقيقة في جامعة القدس المفتوحة، وأنا أتشرف بالانتماء لهذه الجامعة، كانت رائدة في التعاون مع دائرة شؤون اللاجئين منذ سنوات. وقعنا مع دائرة شؤون اللاجئين اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي. نعم. بدأنا بالتنفيذ المشترك، والحقيقة أن الدكتور زكريا الأغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين والأخ سعيد سلامي مدير عام الأبحاث والدراسات كانوا نعم الإخوان الداعمين لهذه الشراكة الوطنية، وهذه الشراكة بين مؤسستين رائدتين على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية. منذ سنوات أو منذ 3 سنوات عقدنا يوم دراسي كامل في منطقة بيت لحم، في منطقة طول كرم، في فرع الجامعة في طول كرم. هذا اليوم الدراسي كان حافل بالأبحاث حول، ركزنا على موضوع حق العودة وتداعيات حق العودة والموقف الإسرائيلي من حق العودة والموقف الفلسطيني من حق العودة. نعم. واستراتيجيات الفلسطينيين لحق العودة. كان يوم دراسي مميز، خرج بدراسة مميزة تم طباعتها من دائرة شؤون اللاجئين ونشرها وتوزيعها، وشكلت هذه الدراسة مرجع فلسطيني مميز لموضوع حق العودة، وشارك فيها أيضا نخبة من الأكاديميين في جامعة القدس المفتوحة ومن الجامعات الفلسطينية الأخرى. وما يميز اليوم الدراسة هي مشاركة الطلب الخريجين أو التي على وشك التخرج في هذه الدراسات المميزة عن القرى وعن المذابح. نعم. المذابح الإسرائيلية التي قامت بها في حرق 1948. في العام الماضي ركزنا حول موضوع آخر اللي هو الأوضاع في المخيمات الفلسطينية على مستوى الضفة الغربية. نعم. والشتات
تقريبا، خرجنا بدراسات مميزة حول الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع التعليمية داخل المخيمات، والأوضاع السكنية. وأنت تعرف والجميع يعرف أن المخيمات تعاني من ضائقة سكنية عالية جدا في المساحة وفي البطالة، تعاني من البطالة وتعاني من أوضاع اجتماعية متردية، تعاني من اكتظاظ في المدارس، اكتظاظ في الصفوف. ووجودها هو عبارة عن الجيتو الفلسطيني الذي سيكون المنطلق أو الأساس الذي سننطلق منه نحو العودة إلى فلسطين إن شاء الله. وقد ولا أبالغ ولا أجامل بأننا حظينا بالدعم كجامعة القدس المفتوحة بالدعم والتأييد والترحيب والتمويل وكل ما نحتاجه من دائرة شؤون اللاجئين، من رئيسها الدكتور زكريا الأخ والدكتور سعيد سلامة مدير الدراسات. وحاليا في هذه السنة بدأنا خطوات، شقينا خطوات كبيرة من أجل عقد مؤتمر عن الأوضاع الفلسطينية وتداعياتها على قضية اللاجئين. نعم. سنركز على أبحاث ذات ثقل، أبحاث مميزة، سنقوم باستكتاب باحثين من كبار الباحثين استكتابهم. نعم. لنضع بين يدي السياسي الفلسطيني، لنضع بين يدي السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة أبحاث، مجموعة مثائق حول ماذا يريد اللاجئ الفلسطيني. نعم. نعم. كيف سنتصرف في قضية اللاجئين أمام الوضع الدولي وهو معروف للجميع. هل الدائرة تقوم بمتابعة عمل التعليم في المخيمات؟ تقوم بمتابعة المياه في المخيمات؟ هل تقوم هي الدائرة بنفسها بهذا العمل؟ تقوم طبعا عن طريق اللجان الشعبية. نعم. عن طريق اللجان الشعبية، عن اللجان الشعبية اللي هي ذراع. نعم. دائرة شؤون اللاجئين في المخيمات. نعم. هذا هو واضح، الذراع العملي في المخيمات هي اللجان الشعبية. اللجان الشعبية تقوم يعني أنا حضوري من مخيم الفارعة. نعم. واحتكاكي مع دائرة شؤون مع اللجان الشعبية. اللجان الشعبية تقدم خدمات على مستوى المدارس، اللجان الشعبية تقدم خدمات على المستوى الثقافي، الخدمات الشعبية تقدم خدمات على المستوى الاجتماعي. نعم. على كل المستويات، ليس مطلوبا أكثر منها. مشاهدينا وللإطلاع على الجانب القانوني، الأرقام، القوانين، التواريخ، نلتقي بالدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات. دكتور، إذا من زاويتك معلوماتك حول دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، هذا التدخل من هذه الدائرة في لنصرة اللاجئ الفلسطيني قانونيا ماذا تقول؟ هذه الدائرة أنشأت سنة 1987 في الجلسة 18 للمجلس الوطني في الجزائر، بناء على المادة 18 من نظام الأساس الملحق ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الفقرة واو. ومنذ ذلك التاريخ وهذه الدائرة تنشط في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم الخدمة اللازمة كرسالة للاجئين الفلسطينيين، مع العلم بأن هيئة الأمم المتحدة بالأخص الجمعية العمومية أنشأت وكالة الإنروا سنة 1949 بناء على قرار 302 أصبحت سارة المفعول منذ عام 1950. نعم. هذا يختلف عن موضوع اللاجئين من وجهة نظر القانون الدولي. نحن منفصلين عن هذه الاتفاقية المتعلقة باللاجئين الدوليين. نعم، إن هذه الدائرة نشطت نشاطا منذ أن جاءت السلطة إلى أرض الوطن، خاصة الرئيس أبو عمار دخل الأراضي الفلسطينية في 1994. لكن أنشأت في سنة 1996 ما يسمى لجان المخيمات، وأصبحت لجنة اللاجئين كلجنة مركزية في إطار منظمة التحرير الفلسطيني هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين. مع العلم عدد المخيمات في قطاع غزة 8، في الضفة الغربية 19، هناك
هناك أربع مخيمات في الضفة لكن لا يعترف بها من زاوية وكالة الغوث الإنروا. هناك 10 مخيمات في الأردن، 10 مخيمات في سوريا، 12 مخيم في لبنان، أي مجموع 59 مخيم. عدد اللاجئين بحسب وكالة الغوث في الوقت الراهن 6 مليون شخص، ويتوزعون بالأساس الضفة الغربية، قطاع غزة، ناهيك عن وجود مخيمين في مدينة القدس المحتلة، مخيم شعفات وقلنديا، وكذلك هناك يوجد في الأردن مخيمات رسمية ومخيمات رسمية في سوريا ولبنان. أما باقي الدول العربية كالعراق أو مصر فيها لاجئين وفي مختلف المناطق لكن غير معترف بها. لهذا السبب نرى بأن هذه الدائرة تهتم باللاجئين أينما تواجدوا، وبالتالي من يرأسها هو الدكتور زكريا الأغا منذ عام 2002 كعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهذه اللجنة لها تواصل إن كان مع الإنروا، إن كان مع لجان المخيمات، إن كان مع الدول المستضيفة، أو كان مع المنظمات الدولية كما حدث مؤخرا في بلجيكا قبل عدة أيام، وحضر هذا اللقاء رئيس الوزراء البروفيسور رامي الحمد الله بما يتعلق بالدعم لهذه المخيمات بعد أن أوقفت الولايات المتحدة تمويل 65 مليون كجزء أساسي بالإضافة إلى 45 مليون كمواد غذائية. كل ذلك يؤثر لأن الولايات المتحدة تدفع ثلث هذه المبالغ بالنسبة لوكالة الغوث الإنروا. نحن بحاجة لأكثر من مليار دولار سنويا لتغطية الاحتياجات المتعلقة بالمخيمات أو بنيتها التحتية أو الصحة أو التعليم إلى آخره. طيب دكتور، يعني شكرا، هذه معلومات حقيقة عن توزيع اللاجئين وعدد اللاجئين. التدخل القانوني الآن، الحكومة أو الإدارة الأمريكية تقلص هذا الدعم للوكالة، وأيضا التدخل القانوني من دائرة شؤون اللاجئين من أجل الحفاظ على الموارد وكالة الغوث، الحفاظ على المشاريع في تنفذ في الوكالة في مخيمات اللاجئين. في ما هو الدور الذي ستقوم به الدائرة في ظل الأوضاع الجديدة مثلا؟ الدائرة تقوم بالتعاون مع جامعة الدول العربية بالتحديد بما يتعلق بالتمويل، لكن الأساس القانوني الذي نعتمد عليه نحن كفلسطينيين هو قرار الجمعية العمومية رقم 194 في 11/12/1948. مع العلم إسرائيل في حربها سنة 1948 هجرت ما نسبته 750 ألف مواطن فلسطيني، وهناك أرقام تقول 950 ألف، منهم من 40 إلى 50 ألف مسيحي هجروا في ذلك الوقت من أبناء الشعب العربي الفلسطيني. دمر 531 بالمدينة وقرية وخربة إلى آخره. لهذا السبب قضية اللاجئين اعتمد فيها القرار 194، وخاصة الفقرة رقم 11 التي تتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وتعويضهم عن الخسائر التي فقدوها وأن يعيشوا بأمان وسلام مع جيرانهم الإسرائيليين. هذه الفقرة حتى هذه اللحظة تعتبر السند القانوني الأول التي تعتمد عليها وكالة الغوث ويعتمد عليها الفلسطينيون. أي تغيير فيها لن يكون في صالح الفلسطينيين، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تتحجج بأنها الداعم الأول، تدفع ثلث موازنة وكالة الغوث والبالغ أكثر من مليار دولار كموازنة، أمريكا تدفع حوالي ثلث هذه المبالغ. لهذا السبب هي تقول بأن هذه وكالة الغوث ليست أبدية، بأن هناك أطفال ولدوا في دول أخرى وبالتالي هم غير لاجئين. لهذا السبب يجب وضع حد لهذه العملية. هناك لعب على الوتر بأن يتم وضع أموال لجهات فلسطينية أخرى لم تحددها الإدارة، لكن هي تريد استمرار الانشقاق الفلسطيني الفلسطيني لأن تتبوأ مكانة بأن الفلسطينيون بأن الفلسطينيين مختلفين فيما بينهم. لكن في نهاية المطاف عقد مؤخرا جلسة خاصة حضرها الرئيس الوزراء البروفيسور رامي الحمد الله بما يتعلق بتمويل اللاجئين والدول الأوروبية التي أكدت على هذا الدعم ووضع آلية عمل لوضع هذه الفلوس لصالح اللاجئين. لكن الأخطر هي تريد الولايات المتحدة تحويل هذه الجهات إلى إقليمية على أن أساس يقوم العرب بدفع هذه المبالغ، ومع الوقت ينصهروا في هذه الدول وبالتالي قضية اللاجئين تنتهي، حتى أن لا تتحمل إسرائيل لا المسؤولية السياسية ولا القانونية ولا المعنوية عن الهجرة التي عملتها وأخرجت الفلسطينيين من ديارهم. شكرا دكتور حنا عيسى على هذه المعلومات، يعني حقيقة
الجانب تدخل دائرة شؤون اللاجئين من نواحي قانونية، من نواحي خدماتية، من نواحي إنسانية، تعليم، صحة، هو مستمر ويفترض أن يستمر إلى أن تنتهي قصة وقضية اللاجئين الفلسطينيين الموزعة. متابعتكم أنتم أيضا في الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أيضا، وبالتعاون أيضا مع هذه الدائرة من أجل خدمة المسيحيين والمسلمين اللاجئين في جميع أنحاء الوطن وأيضا المشتتين. مشاهدينا، تعرفنا على هذه الدائرة، دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية منذ انشئت لخدمة اللاجئ الفلسطيني. تعرفنا على المساحة الجغرافية الموزعة عليها اللاجئ الفلسطيني. قضية اللاجئين ما زالت مستمرة وفي التطور ويعني توسع مستمر، وستبقى هذه الدائرة لخدمة اللاجئ طالما هناك لاجئ فلسطيني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.